السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن فلوكوناسول لعلاج فطريات الجلد والالتهابات والمسالك البولية. فلوكوناسول من الأدوية التي يوجد بها المادة الفعالة إرجوستيرول، وهو من المواد الهامة المضادة للفطريات، ومن عائلة التريازول، وهو له دور فعال في تحويل الاستيرول إلى الإرجوستيرول، وهي المادة الأساسية المكونة للغشاء الخلوي للفطريات، ولا يتم تكوين الغشاء الحامل للفطريات. أيضا زيادة نفاذية لجميع المواد الهامة في الفطريات من الأحماض الأمينية وبروتينات، وخلل فيها العديد من الوظائف الحيوية الخاصة بالغشاء الخلوي، ويقضي على الفطريات نهائيا. دواعي استعمال الدواء: تستعمل أقراص الدواء في علاج العديد من الأمراض التي منها داء المبيضات والالتهاب الفطرية التي تصيب الفرج. يستعمل الدواء في علاج الحلق والبرعوم، والدواء يستخدم في علاج المسالك البولية والتهاب الصحية، ويعالج الدواء العديد من الفطريات التي تصيب الرأس والفم والمريء والدم. الدواء يستخدم في علاج إصابات الجلد والفطريات والتهابات الرئة، ويعالج الدواء المرضى الذين يعانون من نقص في المناعة أو مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. الدواء يستخدم في علاج مرضى قصور النخاع أو المعرضين لزراعة نخاع أو زراعة الأعضاء، وفي حالات المرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي. الدواء يعمل على تثبيط المناعة ويعرض المرضى للإصابة بالعديد من الأمراض المناعية المختلفة. يستعمل الدواء في علاج التهاب الصفاق والتهاب الرئة وفي عديد من الأمراض الجهازية، ويتم استعماله كمضاد للفطريات. الجرعة وطريقة استعمال الدواء: جرعة الدواء تختلف باختلاف الحالة المرضية والسن، ولكنها بوجه عام يتم تناول 150 ملي جرام من أقراص الدواء، وتكون جرعة مرة واحدة وأيضا لا يتم إعادته. أما في الحالات المرضية الأخرى يتم تناول 50 ملي جرام مرة واحدة يوميا، ويكون هذا لمدة 14 يوم، ولا بد ألا تزيد الجرعة عن 50 ميلي جرام أو المدة عن 14 يوما إلا في بعض الحالات مثل مرضى الدم أو نقص المناعة الشديد أو التهاب الصحية، فمن الممكن أن تصل الجرعة على 400 ميلي جرام يوميا، ومدة العلاج تصل إلى 8 أسابيع حسب حالة المريض. يتم تعديل الجرعة لجميع المرضى القصور الكلوي، وهذا يكون وفقا لمعدل الكرياتينين عندهم أو حسب استشارة الطبيب المعالج لهذه الحالة المرضية. يستخدم في علاج المسالك البولية ناتجة عن عدوى الكانديدا، يتم تناول من 50 ل 200 جرام بشكل يومي لجميع المرضى. الآثار الجانبية لدواء فلوكوناسول: في بعض الحالات يؤثر على الجهاز العصبي الخاص بالمريض، وبعض المرضى يحدث لهم العديد من الآلام في البطن وإسهال شديد، وبعض المرضى يسبب الدواء لهم انتفاخ بالبطن شديد وغثيان وقيء، والذي يؤثر على العديد من المرضى. يشعر بعض المرضى بحالة شديدة من اضطرابات الذوق، أشعر دائما بدوخة وصداع شديد عند بعض المرضى، ويشعر العديد من المرضى بنقص شديد في كريات الدم البيضاء، وبعض المرضى يشعرون بقلة الصفيحات الدموية، والعديد من المرضى من الممكن أن يشعرون بارتفاع الدهنيات وإنزيمات الكبد لدى كثير منهم. الاحتياطات وموانع استخدام الدواء: يتم منع استعمال الدواء في حالة وجود حساسية شديدة عند بعض المرضى من المكونات الأساسية التي توجد في الدواء والمادة الفعالة به. يمنع استعمال الدواء مع سيسبرايد أو تيرفينادين، لأنه من الممكن أن يحدث العديد من المضاعفات بسبب استعمال هذه الأدوية مع دواء فلوكوناسول. يتم منع استخدام الدواء مع النساء الحامل والمرضعات، لأنه من الممكن أن يؤثر على المرأة الحامل أو المرضع، ولا يتم استعماله إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن فلوكوناسول لعلاج فطريات الجلد والالتهابات والمسالك البولية. فلوكوناسول من الأدوية التي يوجد بها المادة الفعالة إرجوستيرول، وهو من المواد الهامة المضادة للفطريات، ومن عائلة التريازول، وهو له دور فعال في تحويل الاستيرول إلى الإرجوستيرول، وهي المادة الأساسية المكونة للغشاء الخلوي للفطريات، ولا يتم تكوين الغشاء الحامل للفطريات. أيضا زيادة نفاذية لجميع المواد الهامة في الفطريات من الأحماض الأمينية وبروتينات، وخلل فيها العديد من الوظائف الحيوية الخاصة بالغشاء الخلوي، ويقضي على الفطريات نهائيا. دواعي استعمال الدواء: تستعمل أقراص الدواء في علاج العديد من الأمراض التي منها داء المبيضات والالتهاب الفطرية التي تصيب الفرج. يستعمل الدواء في علاج الحلق والبرعوم، والدواء يستخدم في علاج المسالك البولية والالتهاب الصحية، ويعالج الدواء العديد من الفطريات التي تصيب الرأس والفم والمريء والدم.
الدواء يستخدم في علاج إصابات الجلد والفطريات والتهابات الرئة، ويعالج الدواء المرضى الذين يعانون من نقص في المناعة أو مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. الدواء يستخدم في علاج مرضى قصور النخاع أو المعرضين لزراعة نخاع أو زراعة الأعضاء، وفي حالات المرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي. الدواء يعمل على تثبيط المناعة ويعرض المرضى للإصابة بالعديد من الأمراض المناعية المختلفة. يستعمل الدواء في علاج التهاب الصفائق والتهاب الرئوي وفي عديد من الأمراض الجهازية، ويتم استعماله كمضاد للفطريات. الجرعة وطريقة استعمال الدواء. جرعة الدواء تختلف باختلاف الحالة المرضية والسن، ولكنه بوجه عام يتم تناول 150 ملي جرام من أقراص الدواء، وتكون جرعة مرة واحدة ولا وأيضا لا يتم إعادته. أما في الحالات المرضية الأخرى يتم تناول 50 ملي جرام مرة واحدة يوميا، ويكون هذا لمدة 14 يوم، ولا بد ألا تزيد الجرعة عن 50 ملي جرام أو المدة عن 14 يوما إلا في بعض الحالات مثل مرضى الدم أو نقص المناعة الشديد أو التهاب السحايا، فمن الممكن أن تصل الجرعة على 400 ملي جرام يوميا، ومدة العلاج تصل إلى 8 أسابيع حسب حالة المريض. يتم تعديل الجرعة لجميع المرضى القصور الكلوي، وهذا يكون وفقا لمعدل الكرياتينين عندهم أو حسب استشارة الطبيب المعالج لهذه الحالة المرضية. يستخدم في علاج المسالك البولية ناتجة عن عدوى الكانديدا، يتم تناول من 50 ل 200 جرام بشكل يومي لجميع المرضى. الآثار الجانبية لدواء فلوكونازول. في بعض الحالات يؤثر على الجهاز العصبي الخاص بالمريض، وبعض المرضى يحدث لهم العديد من الآلام في البطن وإسهال شديد، وبعض المرضى يسبب الدواء لهم انتفاخ بالبطن شديد وغثيان وقيء، والذي يؤثر على العديد من المرضى. يشعر بعض المرضى بحالة شديدة من اضطرابات الذوق، الشعور دائما بدوخة وصداع شديد عند بعض المرضى، ويشعر العديد من المرضى بنقص شديد في كريات الدم البيضاء، وبعض المرضى يشعرون بقلة الصفيحات الدموية، والعديد من المرضى من الممكن أن يشعرون بارتفاع الدهنيات وإنزيمات الكبد لدى كثير منهم. الاحتياطات وموانع استخدام الدواء. يتم منع استعمال الدواء في حالة وجود حساسية شديدة عند بعض المرضى من المكونات الأساسية التي توجد في الدواء والمادة الفعالة به. يمنع استعمال الدواء مع سيسبرايد أو تيرفينادين، لأنه من الممكن أن يحدث العديد من المضاعفات بسبب استعمال هذه الأدوية مع دواء فلوكونازول. يتم منع استخدام الدواء مع النساء الحامل والمرضعات، لأنه من الممكن أن يؤثر على المرأة الحامل أو المرضع، ولا يتم استعماله إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن فلوكونازول لعلاج فطريات الجلد والالتهابات والمسالك البولية. فلوكونازول من الأدوية التي يوجد بها المادة الفعالة إرجوستيرول، وهو من المواد الهامة المضادة للفطريات، ومن عائلة التريازول، وهو له دور فعال في تحويل الاستيرول إلى الإرجوستيرول، وهي المادة الأساسية المكونة للغشاء الخلوي للفطريات، ولا يتم تكوين الغشاء الحامي للفطريات. أيضا زيادة نفاذية لجميع المواد الهامة في الفطريات من الأحماض الأمينية وبروتينات، وخلل في العديد من الوظائف الحيوية الخاصة بالغشاء الخلوي، ويقضي على الفطريات نهائيا. دواعي استعمال الدواء. تستعمل أقراص الدواء في علاج العديد من الأمراض التي منها داء المبيضات والالتهاب الفطري التي تصيب الفرج. يستعمل الدواء في علاج الحلق والبلعوم، والدواء يستخدم في علاج المسالك البولية والتهاب السحية، ويعالج الدواء العديد من الفطريات التي تصيب الرأس والفم والمريء والدم. الدواء يستخدم في علاج إصابات الجلد والفطريات والتهابات الرئة، ويعالج الدواء المرضى الذين يعانون من نقص في المناعة أو مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. الدواء يستخدم في علاج مرضى قصور النخاع أو المعرضين لزراعة نخاع أو زراعة الأعضاء، وفي حالات المرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي. الدواء يعمل على تثبيط المناعة ويعرض المرضى للإصابة بالعديد من الأمراض المناعية المختلفة. يستعمل الدواء في علاج التهاب الصفائق والتهاب الرئوي وفي عديد من الأمراض الجهازية، ويتم استعماله كمضاد للفطريات. الجرعة وطريقة استعمال الدواء. جرعة الدواء تختلف باختلاف الحالة المرضية والسن، ولكنه بوجه عام يتم تناول 150 ملي جرام من أقراص الدواء، وتكون جرعة مرة واحدة وأيضا لا يتم إعادته. أما في الحالات المرضية الأخرى يتم تناول 50 ملي جرام مرة واحدة يوميا، ويكون هذا لمدة 14 يوم، ولا بد ألا تزيد الجرعة عن 50 ملي جرام أو المدة عن 14 يوما إلا في بعض الحالات مثل مرضى الدم أو نقص المناعة الشديد أو التهاب السحايا، فمن الممكن أن تصل الجرعة على 400 ملي جرام يوميا، ومدة العلاج تصل إلى 8 أسابيع حسب حالة المريض.
يتم تعديل الجرعة لجميع المرضى القصور الكلوي، وهذا يكون وفقا لمعدل الكرياتينين عندهم أو حسب استشارة الطبيب المعالج لهذه الحالة المرضية. يستخدم في علاج المسالك البولية الناتجة عن عدوى الكانديدا، يتم تناول من 50 ل 200 جرام بشكل يومي لجميع المرضى. الآثار الجانبية لدواء فلوكوناسور: في بعض الحالات يؤثر على الجهاز العصبي الخاص بالمريض، وبعض المرضى يحدث لهم العديد من الآلام في البطن وإسهال شديد، وبعض المرضى يسبب الدواء لهم انتفاخ بالبطن شديد وغثيان وقيء، والذي يؤثر على العديد من المرضى. يشعر بعض المرضى بحالة شديدة من اضطرابات الذوق، الشعور دائما بدوخة وصداع شديد عند بعض المرضى، ويشعر العديد من المرضى بنقص شديد في كريات الدم البيضاء، وبعض المرضى يشعرون بقلة الصفيحات الدموية، والعديد من المرضى من الممكن أن يشعرون بارتفاع الدهنيات وإنزيمات الكبد لدى كثير منهم. الاحتياطات وموانع استخدام الدواء: يتم منع استعمال الدواء في حالة وجود حساسية شديدة عند بعض المرضى من المكونات الأساسية التي توجد في الدواء والمادة الفعالة به. يمنع استعمال الدواء مع سيسبرايد أو تيرفينيدين، لأنه من الممكن أن يحدث العديد من المضاعفات بسبب استعمال هذه الأدوية مع دواء فلوكوناسون. يتم منع استخدام الدواء مع النساء الحامل والمرضعات، لأنه من الممكن أن يؤثر على المرأة الحامل أو المرضع، ولا يتم استعماله إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.